صلى حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فوصف لنا صفة قيامه عليه الصلاة والسلام، ووصف لنا مقداره، فقال: افتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، أي طويلا كطول القيام، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن الصيام والقيام لا يقصدان لذاتهما، فالله لا تزيده طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين، إنما شرع الصيام والقيام لأنهما وسيلتان للتهذيب والتأديب وتحقيق غايات رمضان العظمى التي تتمثل بتقوى الله واجتناب المحرمات. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وحين كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما كان يتجاوز 11 ركعة، كما نقلت عائشة رضي الله عنها بقولها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وخشية أن تفرض صلاة القيام على الصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الصحابة عليها في جماعة، فقد نقلت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة من ليالي رمضان في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم.